3, 2, 1. مرحبا بكم في حلقة جديدة من اسامي ديجيتال. اليوم باش نشوفو كونسيبت جديد في الديجيتال وهو انتربرونور. قبل ما تعطيو ما تنساش تعمل ابوني للشين ولايك للفيديو باش تموتيفيو ليكيب تاعنا نعاونكم اكثر في خدمتكم اونلاين. معكم علوان عوين اكسبير تونيزيان سبيسياليزي اون ماركتينغ ديجيتال اي بزنس اون لين. واليوم باش نفهمو شنو معناه انتربرونور. هذه هي ميتي جديدة طلعت سنين مخرة واللي هو الميتي نتاع ليزونتربرونور اللي على الانترنت اللي يبيعوا في الانفورماسيون. بالطبيعة ميتي خاصة هذيا مش اللي يجي نجم جوست تجيب ديزانفورماسيون وتبدا تطيش مثلك وتنجم تعمل بيزنس في الانتربرونوريا في الويب. نو فما ميتي فما حاجات لازم تتعلمهم، لازم تتعلم كيفاش تكومينيكي مع العباد، لازم تتعلم كيفاش تنسيني وتوصل الانفورماسيون اونلاين، لازم تتعلم زاد كيفاش تفالوريزي وتبيع برودوي دانفورماسيون. مي هذيا بارمي لي ميتي جدد اللي بيبيك برشا ناس نجم تعاونهم خاصة إذا عندك باز و اكسبرتيز من القديم. معناها اذا انت ديجا عندك اكسبرتيز في حاجه كيما زاد تنجم تكون عندك موهبه في حاجه متصوره في حاجه تنجم تعلمها للناس وتربح فلوس وتعيش بها الونتير. بطبيعه تكون انتربرونور معناها انتربرونور في الويب غراس ليزانفورماسيون مش جست نعمل اكسيون هكاكا بالزهر تنجح. نو مي فما ديزانفورونور عندهم 20 سنه في مارشي كيما امريكا ولا كندا واللي هما مازالوا لليوم مازالوا ديزانفورونور. Donc, l'infopreneuriat est l'entrepreneur du web grâce à l'enseignement des informations. Quand vous avez des questions sur le business en ligne ou le digital marketing, laissez-les en commentaire ou partagez la vidéo le maximum à vos amis. Nous vous retrouvons dans la vidéo de SMI Digital. Bye bye.